والله انا من واقع تواجدي من الساعه 11 الصبح مفيش اجماع على قائمه معينه، لكن بيختاروا من القائمه ناس بيكملوا من بره من المستقلين. يعني مثلا انتخبوا الاستاذ حسين لبيب كرئيس، هاني العتال اكتساح، الدكتور حسام المندوه نفس الامر، وفي العضويه مدام اميره الرفاعي متقدمه، مروه الرفاعي متقدمه، ووراها الدكتور مصطفى عبد الخالق، ويعني وتحت السن موجود رامي نصوح ونيره الاحمر وهشام نصر ابراهيم. النادي ما فيش فيه استقرار، لجنات لجنات، فلوس، حاجات كتير. فاحنا بنقول، انا عن نفسي بقول، اي عضو هيتكلم في اي قناه مسؤول عن اللي هو هيقوله بعد النجاح، وربنا يوفقهم، سواء قايمه عاديه كده. احنا عاوزين اللي يقوم بنادي الزمالك، واحنا وراه، احنا كاعضاء نادي الزمالك. انا بقالي فوق ال 40 سنه في النادي، فربنا يوفق. والله انا شايف الحمد لله لحد دلوقتي في منسقين كويسين وفي اعضاء جمعيه عموميه جايين عشان ينتخبوا خير اعضاء النادي، على اساس ان النادي عايزين يقوم يعني اقامه جميله. وبعدين النادي كان فيه مشاكل كتيره جدا، وفي الناحيه الماليه والناحيه الاداريه كل الكلام ده، فاحنا بنتمنى ان تتم على خير العمليه الانتخابيه ان شاء الله. في القائمه الموحده عاملها الكابتن طبعا حسين لبيب، بس انا بقول لابد يكون في زجزاج. ليه؟ القائمه الموحده فيها ميزه وفيها عيب. الميزه اللي فيها انهم كلهم متفقين على الراي وعلى المبدا الواحد. طيب اذا كان خطا خطا، واذا كان صح فهو على الضالين، امين ورا واحد. انما لما يكون في عنصر من المستقلين داخل هذه اللجنه او داخل مجلس الاداره، لابد يكون في كومبيتيشن، في منافسه ما بينهم وما بين بعض. دي كلها لمصلحه النادي. واذا كانوا جميع الاعضاء المرشحين كلهم محترمين وكلهم زي الفل وكلهم عايزين يخدموا النادي، بس عايزين نخدم النادي على حق مش على كلام. ليه؟ الفتره اللي فاتت احنا قاعدين فتره كبيره في النادي، فطبعا في ميكانيكيه الكلام، يعني في ناس ميكانيكيه الكلام بتعرف ازاي تتكلم وتعرف تقول بتاع، انما احنا عايزين الفعل. هاني العتال قليل الكلام وكثير الافعال، يعني بيعمل ويخدم. عمل قبل كده لسه ما حوالي يوم الاربع اللي فات دون كان لسه عامل الجيم من الالف الى الياء، ولسه عامل افتتاح فيه، دخل على جيم الرجال، قال محتاجاتكم ايه؟ قال احتياجاتنا كذا كذا كذا، قال عنايه الاثنين على طول. فده الراجل الفعال، ده الراجل اللي احنا عايزينه يكون فعال داخل النادي.